وضحكيك ونفسني وقول على هيك على وينك تبين وضحكيك ونفسني وقول على هيك ولا تشوف مرحبا وضحكيك ونفسني وقول على هيك على وينك تبين وضحكيك ونفسني وقول على هيك ولا تشوف مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبنستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحن أهي إسماعيل أسكر حسين، وحن أهي ملكيليه أساس ملكيليه هفقلي جامعة قلس فرع إذا الله سعانوت. وحن أها قلب جوك دلك الدبو صول مغضي دلك الوحن كتقي كوني سغال بغل يسغال شري أفرتي وحان دقي ودمالا يوروب سغا إنجليس كي سويدن وحان دلك سوى نغلي 2014 كي أما لابده كوني أفري طبان كي أنا غوكو إمرنتي مدو فسحة دبالتا وحان أغي وحان تغي مغالا لاس عانات وحان رنتي آن كلاكو لماي جوي آن رنتي أنا دي فرحة جلين وحن ما دام عن مدرسة دمية سنة ذلك كم أنا لكل ماي ذلك يجي أورنتي حقا عن يردريمي إنه كهاري مقالوين كلا درس كلا قارهان مقالا لاس عمدنا كهاري مقالوين كلا درس كلا وحن قا أنصري إن عن رنتي بالدراسي وحن مقالا ذكره باي مقالوين كلا درس كلا وحا يسو بحي إن قوتيرو خلاف سياسة ذات وحبرا شحومي يدوركو قبرجوك تو أمغان وحان قو آن سدي مركا إن آن لجوغو جوغو دالكا وآن لنتي لانا قيب سدو وحي مقرانا ساعة دي كتيرا حقيق دا آحايا كتيرا قوالكا لبيا لافا وإسلام كان عن قاتو دور كيجا إن عن وحي عن كل دين كرو دلكا يدبك تاجنا كقبن كرنا عن كقبتو سيدا أوجد وحن قان صدي إن عن وحبر الشدة وحي عن كجيسن كرو تاجرو عن كجيستو وحن سمي دراسة بس سمي در إسلام كان وحن قان صدي بل إن عن وهو جامعة مدام أي حال جامعة وليال نوغال يونيفرسيتي أي كتير تي قبل كأنا كأنا جامعة لبعض وإسكاشران شرر بدن يطلعين بدن أو عن يسافر بدن كسمي مقالوين كدرس كا يعصم دا هالجيسة وحن لتش لسمي برشلة قبل ذكر دون وحن لكل ما جامعة ضفر بدن وحن إيسو بحضي إن أن آخر كي قاتي قوان ولنا يا إن أن جامعة جولس فرع إذا جامعة جولس لقلوه شيس جينا فرع يعني لاس عنط الحمد لله إلى هاي حوشاس ونفذي وحن جامعة جولس فرع إذا لاس عنط كيف قلني مقال لاس عنط كودي بيش سجالة 2015 كي سيدا أوجد وهو جعدة حارنتي عيارتي دور أدي أدو مهمة بلشدنا أدو نوسو دويسي فرطان كي جامعة دو حاكسو غيب غلي سيدا وزير حلوانو بدن أو غلاها دحي يو غلاها ديغان كباه دولة دحي يو مامل كو غبول كا إلا إيو مامل كو ديغمة دبا مدحنا قامت قرتي بسيط قيبة ذكى الدول حوان يلا ليرو أقويهن بسيط قيبة ذكى الدول أردن حكى قاتن دور سودوينيت إيوه قد بضبع الإسلام كان عنو كده أدلو سعتين انت أكد وحن قد قلي اسمه إيوه مامل في جامعة وحن لسيد تيم رنتي أدك أقارن أوله يو كرتبة شغلة أي قبلنا يعني
tiimkaasi waxay suurageliyeen in muddo kooban ay jaamacaddii noqoto jaamacadda ugu wanaagsan gobolka. Waxaanu sanadkii koowaad qabannay arday gaaraysa 200, waxaanu dhisnay 4 kulliyadood oo si dhammaystiran u shaqeeyey. Sanad ku xigeena waxaanu qabannay arday gaaraysa 300, waxaanu kordhinay dhowr kulliyadood oo kale, 3 kulliyadood ay ku jirto kulliyadda sharcadu. Sidaa awgeed, jaamacaddu waxay noqotay top of the list iyo jaamacad hadalhaynteedu gobolka iyo dalkaba ay aada ugu badatay. Waxaan soo hoynay guulo fara badan oo xagga bulshada ah. Magaalada ku soo noqday qurbajoogtii oo la yimi maalgashi iyo fikrado iyo shaqo abuurba. Qurbajoogtaas waxaa ka mid ahaa runtii dhakhaatiir dalka wax badan kusoo kordhiyey, macalimiin khibrad iyo takhasus gaara leh, siyaasiyiin furfuran. Waxay dowladda Soomaaliland ka hirgelisay mashaariico fara badan sida laamiyo, nalalka soolarka, iskuulkii boodhanka ahaa, isbitaal iyo mashaariic kale fara badan. Runtii aad bay ii farxad gelisay in aan la kulmo qaybna ka ahaa isbeddelkaas faraha badan ee gobolka dhacay, iyo qaar kale oo badan oo aad ogtihiin oo jiray, sida isbeddelkii maayarada oo kale iyo magaaladaasa. Waxyaaba badan oo runtii farxad keena oo muujinaya dimuqraadiyadda iyo isfahanka bulshada. Jaamacadda Gulis qaybteeda la sacano waxay ka qayb qaadatay, door shariifana ka ciyaartay diiwaangelintii dalka dhacday, abaarihii iyo xanuunkii shuban biyoodka ahaa. Waanu gurmad dhaba oo runtii meel walba aanu samayn, qaybna aanu ka ahayn bulshada iyo lana qaybsanaynay dhibya dheefa. Sidaa awgeed, waxaan halkan mahadnaqaan la koobi karan usoo gudbinayaa dhammaan saaxiibadaydii la shaqeeyey, gaar ahaan maamulka jaamacadda Gulis guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa laascaanoodba, of course ardaydana aad baan ugu mahadnaqayaa samirkii, dulqaadkii iyo objectiveskii cadaa aanu always lahayn aanu ka wada dhabaynay. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan waxaweye guddoomiyaha guud ee jaamacadda Gulis, Mudane Saciid Axmed Xasan. Waxaan mar kale u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa aasaasihii guud ee jaamacadda Gulis, Saciid Axmed Xasan. Waxaan la leeyahay jazaakallaahu khayr. Waxaan aniga iyo dhammaan bulshada Soomaaliland iyo inta af Soomaaliga ku hadashaaba aanu ku ognahay waxaad dadkaaga u qabatay. Waxaan leeyahay Ilaahay xasanadka akhro ha kugu daro. Intaa kadib, gudoomiye Saciid iyo anigu muddo 8 bilood ka hor ah waxaanu ku kulannay shir. Waxaanu runtii isla qaadanay, uuna ii soo jeediyey inuu soo diyaariyey barnaamijkii masterka oo runtii ahaa barnaamij aan aad iyo aad ugu baahnayn. Barnaamijkaas aad iyo aad baan u soo dhaweeyey, aad iyo aad baan suga afgaranay, laakiin waxaan ka codsaday inuu muddo kooban iyara sugo baraaj ahaan laascaanood si aan ugu diyaar garowno, maadaama locationku iyo ay nagu yaraayeen galaasyadu ama luxury hallsku ay nagu yaraayeen, in aan ka diyaar garoobo arrintaa. Iyada ah maalintaa shirka wixii ka dambeeyey, professorka iyo anigu xidhiirkaygu runtii aad buu u yaraa. Hal mar unbaan waxaan yara dareemay in uu dhacay xoogaa gaab, xiriir badan oo la sameeyeyna nasiib daro imay suuro gelin in aanu kulanno amaba aan dhammayno
waxyaabihii jiray waxaan xidhiir la sameeyey guddoomiye jaamacadda burco mudane cabdixakiin maxamed cabdulaahi runtii cabdixakiin iyo anigu waxaanu isku afgaranay in aanu bal waxaa noo caddaatay in ay jiraan gacmo kale inay nagu dhex jiraan isla markaana inaanan ku xadgudbin ee aanu bal xoogaa waqtiga siinno arrintan waxaysa daaran tahay. Waxaan runtii ugu dambeyn soo jeedinayaa halkan aan runtii xusaya waxaan nahay bini aadam, qalad wuu dhacayaa, qalad weyn wuu dhacayaa. Waxa weeye laakiin waxaa laynaga doonayaa in aynu saxno maadaama inagu nahayna baahdii waxbarashada ama mas-uuliyiintii waxbarashada. Waxaa la doonayaa inaynu qaladkaas waxa weeye u saxno sida ugu habboon, kana baraandigno kana fiirsanno. Waayo runtii waxa weeye waxaad ogtihiin waxaa inagu laman oo ila weheliya shaydaan, shaydaankuna intaa wuxuu qurxinayaa inaynu galo dembiyo, inaynu magaalada qalada dhaco. Sidaa awgeed waxaan leeyahay waxa weeye jaamacadda bulshadu way u baahan tahay, inaguna waxaan u baahannahay in aynu bulshada ugu adeegno si daacada. Waxaad la socotaan in bulshadeenna uu ragaadiyey khilaaf siyaasadeed iyo horumar la-aan, gaar ahaan gobollada wadankayga wanaagsan iyo walaalahe. What the key go when I see you, when I let her?